حسست يا عادي خرجت يعني طيب بس بس بالنجيلة بس بس مع صالح البلوي لان عندنا اكثر من تساؤل اللي هنا بس عندي مداخله بسيطه على مساله المكاسب وش المكاسب اللي ينتظرها الواحد من البرنامج غير يعني غير الجماهيريه لان الجماهيريه لحالها ما هي بس هدف يعني في زي ما قال علي في ناس عندهم ارقام من قبل البرنامج لكن وش يستفيد انا كان عندي قصور للامانه بحكم مكاني الجغرافي بتبوك بالشمال متطرف هناك بعيد عن يعني اماكن الاعلام او المجتمعات الاعلاميه فكان عندي قصور للامانه البرنامج اضافه لي ولاحظت على نفسي بعد ما طلعت من البرنامج اللي هو العلاقات الاعلاميه صح. يعني الاعلاميا انت تحتاج علاقات اعلاميه من ناحيه الحضور الناس احيانا انت عندك ابداع وعندك كل شيء وعندك جمهور بعد بس جمهورك يعني محدود على فئه معينه الفئه ذولي حتى لو هم يدرون لك ما يقدرون يطلعونك منصه اعلاميه ممكن تخدمك فانا الامانه من اكثر الاشياء اللي استفدت منها من البرنامج وباذن الله حاول اني اعززها بعد اللي هي العلاقات الاعلاميه الله يعطيك العافيه كلام صالح ترى منطقي والله. الدليل ايش هو صالح شوف هذا اللي يبغى يستفيد منطقه اعلاميه هو اللي كان يمنع الشباب ما يدخلكم الشروق انا ما تقول انا